بيت العلم. كانت في إطار النجاعة الطاقية وتشجيع استعمال الطاقات النظيفة في المؤسسات العمومية. يسعدنا اليوم أن نقدم هذا المشروع الهام الذي تستفيد منه عمالة زكريت ملول في إطار النجاعة الطاقية دائما. وسيقدم هذا المشروع السيد عبد الرحيم الديوان ممثل مكتب الدراسات أي بروسيس، فليتفضل. مشكورا. مرحبا سيد العميد. دونك المشروع كيهدف إلى إدماج الطاقة المتجددة في إطار تشجيع استعمال الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية في إدارة المؤسسات الدولة. دونك هذا المشروع كيهدف إلى لا مواتي دو لا كونسوماسيون جورناليير اون إلكتريسيتي فوتوفولتايك، وكيهدف من خلال النقص من انبعاثات الغازات الدافئة الانبعاثات الغازية ce qui équivalent à l'implantation de 14 arbres en journée et éviter l'émission de 9,7 tonnes en émission de CO2 journalier. Donc le coût du projet atteint les 1 million de dirhams et est mis en exécution ça fait 3 mois. Donc le délai est pris 6 mois d'exécution. Le bureau d'études qui est responsable c'est un process et l'entreprise. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.